السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد وصفه جديده على قناتي وقناتكم سيسام ام صفوان كما العاده كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش تبقى توصلوا بكل جديد فيديوهاتي الوصفة اليوم عبارة عن قريشلات حلوين اه بزبيب بالزبيب وليبي بيبي شوكولا وبالنسبة للشكل الثاني اللي كتلاحظوا على شكل حلزوني كيجيو رائعين في المذاق بمكونات سهلة وبسيطة خليكم مع تتمة الفيديو باش نكتشف مقادير وطريقة التحضير بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج في هاد القريشلات عندي الدقيق حسب الخليط عندي 300 غرام ديال الزبده لينه عندي شاصي ديال الخميره كيماويه وعندي 200 غرام ديال سكر سقيل يعني سكر بودره عندي معلقه ديال الفانيلا اولا سكر فانيلا وعندي جوج بيضات بدرجه الغرفه وعندي كميه لا باس بها ديال لي بيبي شوكولا والزبيب اللي ديجا رقدت في الماء في بول ديال الاشتغال درت فيه قبصه ديال الملح غادي ناخذ 200 غرام ديال سكر غلاسي غادي نضيف ليه 300 غرام ديال الزبده لينه أه تكون بدرجه المطبخ باش تسهل علينا الخدمه دونك غادي نحاول انني نمزج دوك المكونات مزيان حتى يوليو على شكل بوماد كما قلت لكم هنا 300 غرام ديال ديال الزبده غادي نضيف لهم هنايا اه القليل من من مسحوق الفانيلا ممكن انكم تستعملوا شاصي ديال الفانيلا اولا تنسموه باش ما بغيتو كيبقى حسب النكهه اللي بغيتو انا هنا درت النكهه المحايده اللي هي الفاني غادي نمزج المكونات حتى تذوب تزيد دوب لينا الزبده وداك السكر الثقيل ايه ينسجم مع الزبده ويوليو على شكل بوماط كما كتلاحظوا غادي نحرك المكونات مزيان حتى انسجمات وغادي نضيف ليهم البيض جوج بيضات حتى بدرجه المطبخ يعني نكونوا ديجا مخرجين هاد المكونات بساعتين قبل من تل... من الثلاجه باش ياخذوا لينا الدرجه ديال المطبخ غادي نحرك المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم ونحسو بديك الزبده انها دابت وطلقات هنا غادي نضيف الدقيق بالنسبه للدقيق هنايا حسب الخليط اللي غادي تلاحظوا انا هنا تقريبا خدات ليا 750 غرام ديال الدقيق 750 غرام ديال الدقيق هنا الدقيق عندي ما كيتشربش يعني داكشي علاش خدات ليا وخمسين غرام غادي نضيف شاصي ديال الخميره كيماويه على وزن 8 غرام وغادي نحرك المكونات مزيان حتى تنسجم لينا كما كتلاحظوا هنا كنزيد في الدقيق تدريجيا يعني ما كنحاولش انني نزيد بكميه كثيره باش ما ينشفش لينا القوام ديال القريشلات اللي بنا نديرو العبار اللي كنت حاطه هنا ديال الدقيق اللي هو نصف كيلو يعني ضفت ليه ضفت ليه باقي كميه اللي هي توتال طلعت لي 750 غرام آه هنا غادي نحاول انني نقسم العجين ديالي على ثلاث آه على ثلاث مرات بالنسبه للخليط الاول غادي نضيف ليه آه بودره الشوكولا المر غادي نضيف ليه معلقه ديال الشوكولاته المر اه او عفوا اه معلقه صغيره ديال بودره الشوكولاته غادي نحاول انني نمزج المكونات مزيان حتى كتدخل لنا ديك البودره في العجين وبالنسبه للون ديال العجين كيتبدل تماما كيولي اللون ديالو اسود اه كما كتلاحظوا هنايا ايه وهذا هو الشكل النهائي ديال العجين بالنسبه للعجين الثاني غادي نضيف ليه آه لي بي بي شوكولا وزبيب اللي رقت كاملة في الماء باش يكون معنا باش يرطب لينا هنا كما كتلاحظوا ضفت ليهم معلقه صغيره ديال الدقيق حاولت انني نحركهم باش هاد المكونات ديال لي بي بي شوكولا والزبيب ما يتعرموش لنا في بلاصه واحدة في العجين يعني يكونوا متوزعين في العجين داكشي علاش كنضيفوا ليهم معلقه صغيره ديال الدقيق غادي نحاول انني نحرك المكونات مزيان حتى تدخل في العجين على هاد الشكل هذا وبالنسبه للعجين الثالث غادي نحتفظ به بداك اللون وبديك النكهه هنا غادي نحطهم في التلاجة لمده ديال ساعه حتى يشدوا راسهم شويه وغادي ندوز نشكلهم هنا من بعد ما دازت ساعه على العجين اللي احتفظت به في التلاجة آه كيش آه كان حساف دبي في التلاجة باش الزبدة انها تشد راسها وتساعدنا على العملية ديال ديال اننا نشكلوها فقط يعني ممكن انكم انا, أنا هنا تفيت مدة ديال ساعة ممكن من نصف ساعة فما فوق هنا خديت السلوفان او بلاستيك غذائي ودرت فيه كمية ديال داك العجين اللي ضفت ليه زبيب ولي بيبي شوكولا وكان بدا كان لف به او لا على على